السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم إن شاء الله موتور تريفازي أكاج، كيفاش نديمونتيو، كيفاش نعرفو لي بيس اللي كيتكون منهم. دونك نخليكم مع الشرح إن شاء الله. غير اللي بغيت نقول لكم بأن لو موتور تريفازي أكاج لا بليبار ديالهم كيكونوا بهذا الشكل هذا، يعني كنلقاو ستاتور، روتور، دو فلاسك اللي كيسدو على هذا الروتور هذا وسط هذا ستاتور، و فونتيلاتور او بيان كاش فونتيلو او بيان لو كابو دو فونتيلاسيون. دونك ندوزو لي كونستيتيون ديال هاد لو موتور. دونك الى حلينا هاد لو موتور غادي نلقاوه بهذا الشكل. هادو هما لي كونستيتيون ديالو. دونك غادي نشوفو بيس بار بيس بيان سور افيك لي نوموكلاتور. دونك البروميير اش كنلقاو، كنلقاو ستاتور بوبيني. ستاتور بوبيني لي هو هذا، علاش قلنا بوبيني؟ لانه هو اللي كيحمل لينا هادوك لي زونغولمون ديال البوبيناج. دونك بوبيناج كيكون لهنايا، هادي هي لا بارتي ستاتور. وكنلقاو بيان سور دوزيام، كنلقاو روتور. الروتور تا هو نقدروا نلقاو بوبيني، ولكن بويسكو قلنا موتور اكاج دونك ما كيكونش الروتور بوبيني. دونك الروتور هو هذا، هي لا بارتي تورنونت في الموتور. ملي غيتكريا واحد لو شون مانيتيك ستاتور، ملي نعطيو 380، دونك هذا هو الروتور اللي كيدور اترافير هاد لي غولمون اللي كيكونوا عنده. دونك كاين لي فلاسك، كاين فلاسك افون وكاين فلاسك اريير. فلاسك افون يعني كتكون قدام ديال الموتور، فلاسك اريير كتكون لور ديال الموتور. دونك فلاسك افون هي هادي، كتكون في لابارتي الاماميه ديال الموتور. وكاينه فلاسك اريير بيان سور، هاد لي فلاسك هما اللي كيسدو لينا على الروتور وسط ستاتور. دونك كاينه فلاسك اريير هي هادي، وكاينه فلاسك افون اللي هي هادي. علاش قلنا افون؟ لان هادي هي لابارتي اللي تلقى لينا مع واحد سيرتان شارج، دونك نقولها هي لا بارتي افون. سينك كاين بواتابور، بواتابورنا الاخوان هي اللي غيكون فيها الراكوردومون دي فيل ديال 380 اللي هي هادي، هادي كنسميوها بات ابور. هي هادي بيان سور كيكون عند الكاشي ديالها باش كتسد على هادوك لي كابل. سيزيام كنلقاو لي بور، دونك لي بورن هما هادو. ساتيام كنلقاو لي باريت دو كونيكسيون. لي باريت دو كونيكسيون هما اللي كنديرهم اما كونيكسيون ايطوال اما كونيكسيون تريانكل. دونك هادو هما لي باريت اللي كيكونوا في الراكوردوم. الويتيام كنلقاو لي غولمون. شاك موتور عنده دو غولمون، غولمون في الفلاسك قدامية و غولمون في الفلاسك لي لور. دونك هادو هما لي رولمون. كاين لي غونديل دو ريشارج نيف، روبير نيف. هاد لي غونديل الاخوان اللي هما هادو، حاولوا تردوا البال ملي تفتح ان موتور راه كيكونوا لاصقين في الفلاسك، يعني غير محطوطين، يعني ملي كتحل كيطيح ما كتردش ليه البال، وملي كتعاود ترد الموتور تجمعو ما كترداش. دونك هادو راه عندهم واحد الدور مهم، هما اللي كيشدوا لينا ليكيليبر ديال الروتور في ستاتور، يعني ما كيبقاش هذاك الروتور عنده واحد الموفمون ديال فايفيان بشويه، يعني كنقولوا حنا لو جو، يعني كيحيدوا داك لو جو ديال الروتور في ستاتور. هاد لي رونديل هادو ردوا ليهم بال الاخوان. دونك كتكون بهذا الشكل هذا اونتر لو
كتكون ما بين الرولمون وما بين الفلاسك. كاين لي زونطواز، لي زونطواز كنلقاوهم ما بين الفونتيلو وما بين الفلاسك، بارفو ما كنلقاوهمش، يعني كنلقاو الفونتيلو راكبه ديريكتومون في الروتور. هاد لي زونطواز راه دايرين بهذا الشكل هذا الاخوان. كاين دوز، كاينين لي فونتيلاتور، هاد لي فونتيلاتور الدور ديالهم راه هو التبريد ديال الموتور، يعني كيكونوا بهذا الشكل هذا. وبارفو كيف ما غادي نشوفوا في الفيديو ما كنلقاوهمش بهذا الشكل، يعني كنلقاو فونتيلاتور موتوريزي تقدر تكون الدور ب 220، تقدر تكون الدور ب 380. فين كنديروا هاد الفونتيلاسيون فورسي؟ كنديرهم في الموتور اللي كيكونوا عندهم اما دي فارياتور، يعني كنمشيو بواحد لافيتاس قليله. دونك هاد الفونتيلو ملي غادي يبدا الموتور يدور بشويه، دونك الفونتيلو حتى هي غادي تدور بشويه، دونك ما غاديش تبرد ليا الموتور. في هاد الحاله هادي كنديروا دي فونتيلاتور فورسي، يعني اليمونتي بار اون طونسيون، اللي كيدورو سيباري على الموتور، يعني ما عندهاش علاقه مع الموتور. يعني سي فوا كتخدم لا ماشين كتبدا ديك الفونتيلو تدور بحال الشكل اللي غادي نشوفو في لا فيديو دابا. عندنا 13 كابو دو فونتيلاسيون، يعني هاد الكابو هو اللي كيحمي لينا هذيك الفونتيلاتور، وفي نفس الوقت هو اللي كيجمع الريح لهنا باش كيعطيه للموتور. دونك هذا هو لو كابو فونتيلاتور. ال 14 ريبير 14 دي فيس دو فيكساسيون كابو، يعني كيفاش كيتفيكس هذاك لو كابو في الموتور، كيكون عنده واحد ليترو. دي فيس كيكونوا بهذا الشكل، او دي فيس اللي كيتسدوا بديك لي بلات. دونك هنا فين كيتاكروشاو هاد لي فيس. عندنا 15 جوان فلاسك افون، هاد جوان فلاسك افون الاخوان كيكونوا بهذا الشكل هذا، يعني كيكونوا في بارتي ديال الروتور من القدام، يعني كيلعبوا الدور ديال بحال اللي غادي نقولوا كاش بوسيير، يعني ما تدخلش لا بوسيير للرولمو. عندنا 17 سيغمونداري سيركليبس، كنعيطوا عليهم لي سيركليبس. هاد السيركليبس الدور ديالو راه هو كيغاردي لك هذيك الرولمو في الفلاسك، يعني بهذا الشكل. وكنلقاو بارفوا دي فلاسك ما عندهمش هاد السيركليبس، يعني كاين الرولمون ديريكت والروتور داخل فيها، ولكن كاينين دي موتور كنلقاو عندهم هاد لي سيركليبس. بيان سور راه عندهم واحد البان سبيسيال باش كتحيدو. ديزناف كلافيت دو بوداغبا، هاد كلافيت عنده واحد الدور مهم الاخوان، هي اللي كتكون في الرأس الأمامي ديال الروتور ديال الموتور، وكتكون ما بين لا شارج اللي غادي يدور هذاك الموتور وما بين الموتور. دونك سي تشين بارتي اون اسي، دونك كتلوج هنايا في الموتور، وبيان سور الجهة الأخرى راه هادي هي لا شارج، هادي هي الرينيور ديالي فين غتركب، وهاد لابارتي كيكون فيها الموتور لهنايا. دونك هاد الكلافيت ملي كنركبو كلافيت مع لا شارج، دونك غادي تكون هنايا. دونك حاولوا تردوا ليها البال الاخوان، يعني الا طاحت وركبتي الموتور ديريكتومون غادي يدور غير واحد شويه وغادي يبدا تكليسي لك لا شارج، يعني الموتور ما غيدور لك حتى حاجه لهنايا. دونك ضروري هاد الكلافيطه تكون راكبه. دونك نبداو دابا نديمونتيو لو موتور. اول حاجه كنديرو يعني كنديمونتيو هاد الكلافيت هادي،
دي مونتي وهي الاولى. دوزيامون دي مونتاج دي فلاسك افون، دونك غادي نحيد الفلاسك افون ديال لو موتور. غير هي واحد المساله الاخوان، قبل لا تحيد لي فلاسك دي موتور حاول دير واحد الروبير بحال هذا الشكل هذا، يعني بواحد ستيلو فوتر دو تيل فاصون، يعني هاد الروبير اللي غادي دير يشد لك في هاد الفلاسكه وفي هادي، ودير واحد الروبير اخر يكون بلون مغاير مثلا لهنا. علاش؟ باش هاد الفلاسكه تبقى لك ديال الموتور ديال لابارتي اللي لور، وهادي ديال لابارتي اللي القدام، ما يتقلبوش لك. و او ميم طون ملي غدير هاد الروبير حتى لابارتي فيكساسيون دي ترو هنايا، دي فيس ديال هاد لي ترو هادو غيجيو مع بعضياتهم اللي غادي تجمع الموتور ديالك. دونك ضروري دير واحد لو روبير هنايا ضروري. دونك كتحيد لي فيس دو فيكساسيون، راه كتلقى دي فيس هنايا وبيان دي بولون، كتحيدهم، كتلقى ربعة في غالب الأحيان، تحيدهم وكتحيد هاد الفلاسكة هادي. كتحيد الكابو أريير لأن الفلاسكة ديال اللور مضرقة بالكابو ديال الفونتيلاتور، دونك كتحل هاد الكابو هذا، يعني بسيروت بلا وبعض المرات راه كيكون كيتحلو بطورنوفيز. ديمونتاج ديال الكوبي فونتيلاتور، يعني ملي غادي تحيد الكابو غتوصل الفونتيلاتور، تقدر تلقى واحد الكوبي هنا اللي حابس لك هاد الفونتيلاتور باش ما يحيدش. كوبي راه هي هذه الاخوان، كتلقاوها بهذا الشكل، تحيد البانسا غاز، ولا كتلقاو بارفو دي كولي اللي بحال هادو، يعني كتليبري هاد لي فيس، كتحيد هاد الكوليه هو الاول، عاد كتحيد الفرفره ديالك. دونك كيفاش غتحيد الفونتيلاتور؟ دونك كدير واحد لاراش او بيان اكستراكتور اللي كيكون بهذا الشكل هذا، عنده ثلاثة رجلين، دير واحد الساروت، غالب الاحيان كيكون ساروت 18، وكتدور كتبدا تزير، يعني باش تحيد هذا الفونتيلو. ولكن رد البال ما تزيرش بزاف، لان هذا الفونتيلو يقدر يكون ديال بلاستيك، يقدر يكون ديال الالومنيوم، ولكن راه فراجيل ماشي صحيح بزاف، دونك رد البال ما تفورسيش بزاف. الا تزيرات حاول معاه بشويه، دير واحد شويه زيت في الروتور ما بينها وما بين الروتور باش تخرج فاصيل، او ولا دير واحد جوج بينسات وبدا تبينسي بهذا الشكل هذا، يعني بشويه بشويه حتى كتخرج. عندنا ديمونتاج فلاسك اريير، دابا وصلتي للديمونتاج ديال الفلاسك اريير، هذا حتى هو كتحيدو بشويه. دونك كتحيد لي بولون بيان سور دو فيكساسيون، وكتحيد هاد الفلاسكه هادي. هنا غادي تخرج الروتور، يعني سورتير لو روتور اكسترا لو سيركليبس. تقدر تلقى هاد السيركليبس هذا حابس لك الرولبو، تقدر ما تلقاش، سا ديبون على الكونستركتور ديال لو موتور. دونك الا لقيتي سيركليبس حاول دير واحد البان سيركليبس اللي بحال هذا، وحيد هاد السيركليبس اللي غتلقى هنايا. دونك بهاد لافاسون عاد ديك الساعه ممكن يعني تحيد رولمون. دونك وصلتي دابا لي رولمون، غتقلب لي طاي ديال رولمون، غادي تشوف واش كيدورو ساهلين ولا كيدورو قاصحين. كانوا كيدورو قاصحين، دونك راه ضروري خصك تبدلهم. يعني قلبتي درتي واحد يعني زعزعتي هاد الرولمون، ما كاينش فيها لو جو، دونك خاصهم لاغريس. دونك نيطوي مزيان الا كان شي غبره، عاد دير لاغريس وعاود سد الموتور ديالك. راه غير من شدها هكا غادي تعرف الرولمون واش مزيانه ولا ما مزياناش. دونك كان فيها لو جو تبدل، ما كانش فيها لو جو وغير حسيتي بها قاصحه شويه، حاول تنيطوي هاد الوسخ اللي كيكون لهنا، وحاول تعمرها بلاغريس. كيفاش غتحيد لي رولمون؟ كتكون عندك واحد البريس هيدروليك بهذا الشكل هذا،
الروتور كيكون عندك ديجا حيدتي بهذا الشكل هذا، هو لاصقين في ليرو المون ديالو، كتبلاصيه هنايا اونطر هاد الكريك وهاد لي دو بياس هادو، يعني هنا هنا الاخوان هاد لو روتور هذا. دونك كيولي عندك بهذا الشكل هذا الرول مون لهنا. دونك كتبقى تمانيبيلي هاد لو كريك هذا، هذا غادي يهبط غادي يدفع لك لو روتور، والرول مون غادي تبقى حاصله ما بين هاد جوج حديدات هنا. كاينه طريقه ديال المارطو وغادي تضرب لو روتور باش يهبط، ولكن المارطو راه في غالب الاحيان كتخرج على هاد الروتور هذا، كيولي كورجي وما يبغيش يركب لك في لا شارج الاخوان، او ما يبغيش يركب لك تركب لك فيه الرول ما ولا مهم ريسكي شويه. بريس هيدروليك مزيانه. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.